بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. الشكر موصول للأخ والزميل المعلق أحمد بن عزيز البلوي على تعليقه المتميز في الأشواط الرئيسية. التهاني والناموس موصولة للأخ محمد بن جابر السناري والسيد محمد بن سالم الربيط المري على فوزهم بالشوطين الرئيسيين لفئة الحقائق من مسافة الثلاثة كيلومترات سباق الأصايل الأسبوعي. في هذه اللحظة تمت انطلاقة الشوط الثالث في المجموع ثاني أشواط البكار اللي في أول المراكز. هذه الشاهينية للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات هي الحفل الكريم كما تشاهدون. هذه بشائر السيد علي بن حمد بن غانم العذبة المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الأيمن في هذه اللحظات أرى هذه الغالية للسيد سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي في ثالث المراكز. الثلث مباشرة إلى ثاني المراكز في رابع المراكز في هذه اللحظات التي تسلل هذه الداودية للسيد محمد بن سالم بن فاتوح المري مع هذا الاسم التاريخي مع الداودية في رابع المراكز. خامس المراكز الحفل الكريم في هذه اللحظات هذه هقاوي للسيد حمد بن صالح بن هاملة المري مع هقاوي في خامس المراكز. بن جبر حتى هذه اللحظات هذه الشاهينية للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في أول المراكز كما تشاهدونها. هذه الشاهينية في أول المراكز وهذه السيطرة مع الشاهينية في ثاني المراكز من الجانب الأيمن. هذه اللي في ثاني المراكز هذه أيها الحفل الكريم الداودية بتعود ملكية الداودية للسيد أو هذه الغالية للسيد سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز بشائر للسيد علي بن حمد بن غانم العذبة المري في ثالث المراكز. رابع المراكز وصل بن هاملة وتسلل بن هاملة المراكز المتقدمة في هذه اللحظات مع أيها الحفل الكريم هقاوي للسيد حمد بن صالح بن هاملة المري. ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات هذه الدوحة للسيد محمد بن مبارك بن سفران المري. وصل عاشق الغزلان وتسلل مباشرة إلى أول المراكز محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري مع في أول المراكز مع الدوحة. أما اللي في ثاني المراكز هي الحفل الكريم واصل في هذه اللحظات هذه هقاوي لسيد حمد بن صالح بن هاملة المري. وصلت أم لبيا وصلت هذه ميله وتعود ملكيه ميله للسيد محمد بن مبارك الخياري مع ميله اي الحفل الكريم في ثالث المراكز. ولكن بن سفران مع الدوحه وهذه الدوحه للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري. هذا هو بن سفران وعاشق الغزلان في اول المراكز مع الدوحه. ولكن بن هامله يبي يثير الوضع بن هامله في هذه اللحظات مع هقاوي وتسللت هقاوي وانتزعت المركز الاول ايها الحفل الكريم 700 متر اخيره. وهقاوي في اول المراكز. الدوحه من الجانب الايمن للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري. واصل ميله في للسيد محمد بن مبارك الخياري مع ميله في ثالث المراكز. ولكن الدوحه من الجانب الايمن في هذه اللحظات هذه الدوحه للسيد محمد بن عبد الله للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران في أول المراكز. من الجانب الدوني تتسلل مرة أخرى هقاوي للسيد حمد بن صالح بن هاملة المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ولكن الدوحة وميلة ميلة 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 في ثاني المراكز. هذه ميلة للسيد محمد بن مبارك الخيارين مع ميلة في ثاني المراكز. ولكن الدوحة بدون أوامر حتى هذه اللحظات هذه الدوحة للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران في ثاني المراكز. ميلة في أول المراكز هذه ميلة أيها الحفل الكريم للسيد محمد بن مبارك الخيارين. انتزع المركز الأول وسيطر مع ميلة. نقول تهانينا والناموس على فوز. انتزعت المركز الأول الدوحة لسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري. تهانينا والناموس ثاني المراكز. هذه ميلة لسيد محمد بن مبارك الخيارين. وفي ثالث المراكز الحفل الكريم وصلت هقاوي للسيد حمد بن صالح بن
هامل المري التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:43، 54 جزء من السنة. تهانينا والناموس لمالك الدوحة السيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري.